السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نستمر معكم في محاضرات المحاسبة المتوسطة قسم المالية والمصرفية المرحلة الثانية ضمن المحاضرات الإلكترونية. نستكمل وياكم موضوع المخزون. أخذنا في المحاضرة السابقة نظام الجرد الدوري ونظام المستمر. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى طرق قياس كلفة المخزون. طبعا عندنا طريقة المعدل الموزون weighted average. طريقة المعدل الموزون موجب هذه الطريقة يتم احتساب متوسط التكلفة أي المعدل الموزون في الجرد الدوري عن طريق المعادلة الموضحة أمامكم. المعدل الموزون يساوي قيمة مخزون أول مدة زائد قيمة المشتريات على كمية وحدات مخزون أول مدة زائد كمية المشتريات. يعني نأخذ قيمة مخزون أول مدة والمشتريات نقسمها على كمية مخزون أول مدة والمشتريات، القيمة على الكمية. طبعا قيمة مخزون أول مدة أو قيمة المشتريات من نستخرجها الكمية في الكلفة، كمية في كلفة الوحدة الواحدة تطلع القيمة. نستخرج عن طريق هذه المعادلة المعدل الموزون. هي من خلال المثال الآتي. المثال في 1/1 كان رصيد أول مدة 200 وحدة بسعر 5 دينار، في 8/1 شراء 150 وحدة بسعر 6 دينار، وفي 10/1 تم صرف 210 وحدة. طبعا ما يعطيك كلفتها، انت المفروض تستخرجها. في 15/1 تم شراء 100 وحدة بسعر 8 دينار، وفي 20/1 تم صرف 120 وحدة. في المطلوب احتساب كلفة البضاعة المباعة وكلفة مخزون آخر المدة الجرد عن طريق الجرد الدوري أليف وباء الجرد المستمر. نجي للحل. الجرد الدوري شلون أحل؟ نسوي هذا الجدول البي تاريخ كمية سعر القيمة. تاريخ كمية سعر القيمة. 1/1 رصيد أول مدة 200 كمية السعر 5، إذن القيمة تطلع 1000 دينار عن طريق ضرب الكمية في السعر 200 في 5 يطلع 1000 دينار. في 8/1 شراء 150 وحدة، أي 150 سعرها 6 يطلع قيمتها 900 دينار. في 15/1 100 وحدة أيضا اشترينا سعرها 8، إذا قيمتها 800 دينار. تلاحظون أخذنا رصيد 1/1 والمشتريات اللي هي في 8 وفي 15، ثاني عمليات شراء حتى نعرف إيش قد قيمة أول مدة زاد المشتريات وإيش قد كمية أول مدة زاد المشتريات. نجمعهن الكمية صار عندنا 450 والقيمة 2700. هسه صار عندنا قيمة أول مدة زاد المشتريات 2700 وكمية أول مدة زاد المشتريات 450. نجي للمعادلة اللي أخذناها، المعدل الموزون شلون نستخرجه؟ المعدل الموزون نستخرجه عن طريق تقسيم، قلنا قيمة أول مدة زاد المشتريات اللي هي 2700 تقسيم كمية أول مدة زاد المشتريات اللي هي 450، يطلع عندنا المعدل الموزون 6 دينار. المعدل الموزون 6 دينار، هذا المعدل الموزون اللي راح نعتمده بس عند صرف أي وحدات نصرفها وسعرها شقد؟ 6 دينار. هذا المعدل الموزون اللي استخرجناه. نستكمل الحل وياكم. كلفة البضاعة المباعة شو تساوي كمية المبيعات في المعدل الموزون؟ شقد أنا كمية اللي بعتها أو اللي صرفتها في شنو؟ المعدل الموزون. الكمية اللي صرفناها 210 قلنا صرفنا و 120 صرفنا، 210 و 120 في المعدل الموزون طلعناه 6 يطلع 1980 دينار. إذا هاي كلفة البضاعة اللي صرفناها 1980 دينار. نجي نستخرج شنو؟ قيمة مخزون آخر مدة، لازم نعرف الكمية مال مخزون آخر مدة حتى بعدين نطلع قيمته. الكمية مخزون آخر المدة مين يجيني؟ أول مدة زائد المشتريات ناقص المبيعات. هاي المعادلة كنت أحفظها. أول مدة زائد المشتريات نطرح منها المبيعات يطلع عندي كمية آخر مدة. وبتمرين هذا 200 أول مدة زائد 250 كل المشتريات نطرح منها 330 كل اللي صرفناها أول المبيعات يطلع 120 وحدة. 120 وحدة كمية مخزون آخر مدة حتى نطلع قيمتها أو كلفتها. كلفة مخزون آخر مدة تساوي الكمية في المعدل الموزون ويساوي 120 في 6 ويطلع 720 دينار. إذا استخرجنا كلفة البضاعة المباعة 1980 دينار وكلفة مخزون آخر مدة 720 دينار. هذا إذا استخدمنا الجرد الدوري. الجرد الدوري اللي تلاحظون قاعد نجمعهن. ليش؟ لأن الجرد الدوري نحتاج بس في نهاية الفترة نستخرج
كلفة البضاعة المباعة. نجي إلى الجلد المستمر. الجلد المستمر لازم نسوي بطاقة صنف. بطاقة صنف، وشون شكل بطاقة الصنف؟ كما موضحة معكم، هاي بطاقة صنف ضمن التاريخ، الوارد، الوارد به كمية سعر قيمة، الصادر كمية سعر قيمة، الرصيد كمية سعر قيمة. هذا شكل بطاقة صنف، هذا يكون تحفظوه وتفهمون شون طبقون عليه وتشتغلون عليه، بتاريخ والوارد والصادر والرصيد. والوارد أو الصادر أو الرصيد يتضمن كمية سعر قيمة. تاريخ واحد اللي هو 1-1 الرصيد، هو ايش عندنا؟ عندنا رصيد، الرصيد كمية 200، السعر 5، القيمة 1000 دينار، هاي كلها معطاة بالسؤال. في 8-1 وارد، وردت عندنا كمية اللي نسميها مشتريات، نسميها الوارد 150، سعرها 6، قيمتها 900، هاي واضحة أيضا بالسؤال. نجي للرصيد، ايش صار بالرصيد؟ صار تغير يوم 8، يوم 8 تغير الرصيد، كان 200 كمية، اجت 150 مشتريات، صار الكمية 350، الكمية 350، القيمة نجمع 1000 كان قيمتنا في 1-1، في 8-1 اجتنا 900، 1000 زائد 900 صار 1900، فالقيمة 1900 والكمية 350، السعر 5.43، 5.43%. من اجى هذا 5.43 اللي انا خاله لك في لون برتقالي؟ عن طريق نقسم 1900 اللي هي القيمة تقسيم 350 اللي هي الكمية. ال 1900 من جبناها؟ 1000 قيمة 1-1 زائد القيمة الجديدة اللي جتنا ب 8-1900 صار 1900، نقسمها على الكمية اللي هي 350، جتنا من كمية 1-1 200 زائد كمية المشتريات 150، صار 350. 1900 القيمة تقسيم الكمية 350 طلع عندنا 5.43، هذا السعر اللي راح نعتمد، السعر المعدل الموزون. شو يفيدنا هذا السعر 5.43 اللي بالبرتقالي؟ يفيدنا من نصدر هسه اي كميه، من نخرج اي كميه من المخزن، نعتبر سعرها 5.34، واللي صار عندنا هاي في 10-1. شوف يوم 10 اذا تلاحظ وارد ما عندنا، ايش عندنا؟ عندنا صادر اللي هي ايش قد صدرنا؟ 210 كميه، هاي من السؤال 210، سعر 5.43 من جبناه؟ جبناه اللي استخرجناه بالبرتقالي قبل آخر سعر، ايش قد صار عندنا بالرصيد؟ 5.43، اعتبر هذا السعر الرسمي. ف 210 كمية في سعر 5.43 تطلع قيمة 1140.3، 1140.3 هاي القيمة. نجي للرصيد، صار بالرصيد كانت الكمية 350، صدرنا منها 210 نطرحها، صارت الكمية 140، القيمة أيضا 1900، صدرنا منها 1140.3 صار 760. طبعا السعر نفسه، ليش؟ لأن بس صدرنا، ما دخلت عندنا بضاعة جديدة وسعر جديد حتى يتغير السعر. ف 140 في 5.43 يطلع 760.2، هاي القيمة في 10-1. نجي يوم 15-1 صار عندنا أيضا مشتريات، يعتبر وارد، إيش قد جتنا الكمية؟ 100، السعر 8، القيمة 800، وهاي كلها معطيات بالسؤال. هسه راح شنو؟ يتغير الرصيد، ليش؟ اجت كمية جديدة وسعر جديد. فالكمية القديمة لحد آخر يوم 10 كمية كانت 140، اجتها 100 يوم 15 صار 240، هاي الكمية. نروح على القيمة، القيمة 560.2 كانت حد يوم 10، اجتها 800 قيمة، ف 760.2 زائد 800 صارت 1560.2، هاي القيمة الجديدة. هسه شو نسوي؟ هاي اللي بالبرتقالي خاله لك، 1560.2 تقسيم 240، يعني القيمة تقسيم الكمية طلع السعر الجديد اللي هو 6.5، 6.5، 6.5. من جبنا 6.5 قسمنا 1560.2 تقسيم 240، قسمنا القيمة الجديدة تقسيم الكمية الجديدة، راح تطلع عندنا 6.5، هذا السعر الجديد اللي راح نصدر به. يوم 20 صدرنا 120، سعرهن اكيد 6.5 اخر سعر احتسبناه بطريقة المعدل الموزون، فصار عندنا 780، صار عندنا 780، هذا شنو؟ هاي القيمة مالت الصادر يوم 20. الرصيد ايش بقى؟ 240، راح من عنده 120، بقى 120 هذا الرصيد. السعر 6.5 نفسه باقي، يطلع 780 القيمة، يطلع 780 القيمة.
نجي الفقرة الأخيرة حتى نستخرج كلفة البضاعة المباعة ونستخرج كلفة بضاعة آخر المدة. من نعرفها ما دام سوينا بطاقة الصنف فصارت واضحة الأمور. كلفة بضاعة آخر المدة أو كلفة بضاعة المباعة 1920.3 من إجى هذا اللي موضح قدامكم. نجمع في عمود الصادر نجمع القيمة مالت الصادر كلها نجمعها اللي هو 1140.3 زائد 780 يطلع 1920. هذا القيمة مالت من مال كلفة البضاعة المباعة. نجمع عمود الصادر القيمة نجمعها. زي المخزون آخر مدة من نجيبه نفس آخر شيء بالرصيد بطاقة الصنف آخر شيء بالرصيد اللي هو 780 هذا نعتبره مخزون آخر المدة. رقم مباشرة نجيبه نخليه ما نجمع مو تجمع لعمود القيمة من الرصيد ما ينجمع. ناخذ آخر رقم بالرصيد اللي هو 780 جبناه مثل ما موضح أمامكم. وشكرا جزيلا لحضرتك.